طيب معنا الأخت سامية شبلي من قرية عرب الشبلي. وجود امرأة اللي هي بتتقلد مهام يعني بتركز كل عمل المرأة في البلدات خاصة عرب الشبلي وأم الغنم، فتحكي لنا قديش هذا عملك بتشعري إنه مهم لصالح المرأة في البلد؟ طبعا مهم جدا كثير، يعني نعم. المرأة تطلع من إطار البيت لإطار العمل، وهذا إشي مش هين خصوصا بوسطنا العربي. يعني نعم، قضية إنه يعني هو مش بس إنه تطلع للعمل وتطلع من أجل إنه توجد نفسها، يعني تشعر إنه توجد نفسها ومن أجل إنها تشارك الزوج. نعم، العائلة، دخل العائلة، دخل وكل إشي. نعم، طيب احكي لنا شو المهام، شو العمل اللي قمت فيه بالسنوات الماضية؟ أنا عملت كثير محاضرات اللي أشجع المرأة أن تطلع من إطار البيت، يعني اطلعي تعالي اسمعي أن تنفتح للجو الخارجي. نعم. وهذا إشي طبعا يفيد المرأة، يفيد الأولادة، البيتة، الجيرانة، لكل حياتها يعني. نعم، وتشوف أنت المرأة لما بتطلع من البيت ترجع بنشاط، ترجع طبعاً. في عندها حيوية أكثر طبعاً. بتشعر أن هي إلى قيمة في المجتمع عندما يعني تقدم للمجتمع، أن هي مش بس عالي على زوجة وعلى المجتمع، بالعكس هي إنسانة منتجة. طبعا هي إنسانة منتجة، بس هذا الإشي هي ما تعرفه. عشان نعم. نحب نفتحها هذا الإشي ونفتحها على تعرف إن قديش هي مهمة كثير للمجتمع، لأن هي نص المجتمع طبعا. نعم، شو المشاكل بتواجه المرأة وبالذات في البلد عندكم مثلا؟ المشاكل إنه هي عندنا، أنا أشوف المرأة يعني هي 100% يعني من ناحية البيت ما في مساعدة الرجل للمرأة بأعمال البيت، بتربية الأولاد، وهي تطلع كمان برا تشتغل بريت البيت. ما في يعني كثير صعب على المرأة لما تكون أم بيت وربة منزل يعني وتطلع تشتغل، كثير صعوبة كثير يعني. كل احترام للمرأة انها تقدر تعمل تكافؤ بين شغل البيت وشغل برا. بتلتقي مع فئة الصبايا اللي بيخلصوا 12، بتحاول انكم تساعدوهن من اجل؟ طبعا انا عندي حاليا برامج. نعم. طريق مكتب وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، نعمل برامج خاصة للبنات اللي بالثانوية، خصوصا الثانوية، كيف تنفتح للتعليم أكثر، مش إنه تروح الإطار البيت والزواج وبس. طب يعني في مثل عرب الشبلي لابد لما بتشعري انت انه اكثر الصبايا بروحوا لقضيه التربيه والتعليم معلمات، طب صار في تضخم في هذا الامر. صحيح. بتحاولوا انكم تقولوا مثلا لجيل الصبايا روحوا يعلموا تغذيه، تعلموا صيدله، تعلموا اتجاه.